أعزائنا المشاهدين، إذا كنا مباشرة في قسم المؤتمرات في كونفيرونس دو بريس. تقريبا حكينا في مؤتمر صحفي، حكيوا تقريبا على العدد الجملي للناخبين حتى الساعة الثالثة، 1,213,000 ناخب، 34% إناث و 66% ذكور. بالنسبة للي يعيشوا البرة مازال ما عندهمش الإحصائيات الكاملة، لكن العملية التصاعدية قاعدة تصير من نهار السبت ولحد واليوم، قالوا الأعداد قاعدة تزيد بشوية بشوية. فما شوية خروقات، يمكن يعني شوية مش برشا، فما برشا أسئلة قدموها صحفيين كنا تبعتوها معنا، لكن أهم حاجة أنه العدد قاعد يطلع بشوية بشوية. ونأكدوا مرة أخرى أنه مكاتب الاقتراع مفتوحة حتى للعشرة متاع الليل، امشيوا وقوموا بواجبكم تجاه بلادكم داخل وخارج حدود الوطن، حتى مواطنين المرة تم التمديد حتى للعشرة متاع الليل. إذا خليني أكمل مع ضيوفي. حاضر معنا سي خليفة الشيباني، محلل سياسي، مرحبا بك. مرحبا، نورتنا بوجودك. كيف كيف الممثل والفنان والمثقف معز التومي، مرحبا بك معز. أهلا وسهلا، نورتنا بوجودك. يعيشك سي خليفة. كنت تحب نعقبه على ندوة صحفية لو تسمح، سواء العدد الجملي اللي معناها وصلنا له حتى الساعة الثالثة، تفضل. اللي هو العدد 1,250,000 حاجة عادية. أنا في اعتقادي في تاريخ انتخاباتنا الكل من الثلاثة حتى للغلق متاع المراكز، هو في كل الانتخابات المحطات على القليل اللي عملناها بعد 2011 البيك تطلع ديما البيك تكون موجودة. خلي السناب باش نمشيو للعشرة بتاع الليل، معناها يمكن ثم عباد زادة تعشي في العشية وتحب باش تمشي هذه الأولى. ونعاودوا زادة بالمناسبة هذه باش نقولوا للتونس الكل، امشيوا حط نعم ولا حط لا، أما امشي راهو قرار مصيري ومفصلي فيك وفي حياتك وفي ولادك. يظهر لي البلاد هذه تستحق منا باش نعطيوها ربع ساعة ولا 20 دقيقة، وبعد كل شيء نجم يتعوض. هذه المحطات نتعوض ديما راهو باش نقرروا مصيرنا، مش نقعدوا بعد نحكيوا على السلبي وعلى الإيجابي وعلى كذا. في اعتقادي الناس الكل اليوم مدعوة، واجب أخلاقي ووطني واللي تحب أنت باش يمشي يعطي ربع ساعة للبلاد هذه اللي هي باش تكون مفصلية في زاد حكاية هالخروقات كذا. هذه رأي لا ترتقي إلى الظواهر، معناها يحكي عليها هي. إذا كان ثم إشكالية مركز اقتراع هنا منع صحفي ولا كذا ولا غيره، معناها زاد ما نهولوهاش، خاطر أنا في اعتقادي ثم أطراف أخرى. خاطر في تونس اليوم لا قاطع من حقك باش تقاطع، أما تولي تشوه في العملية كاملة وإلا تمس في مجهودات نتاع ناس أخرين، في اعتقادي هذه حتى أخلاقية لا تستقيم. ثم بعض الحالات الشاذة اللي لا ترتقي إلى الظواهر، وبالتالي الأمور هذه كلها ما تعالجش فيسبوكيا، معناها يزينا من الفيسبوك اللي دمرنا في الحكاية هذه. هذه القضية هي قضية قانونية، إذا كان عندك إثبات برا امشي اطعن كما قال رئيس اللي عنده دليل يجيبه مرحبا. في العموم سير العملية كاملة بما تراكم لنا من خبرات من 2011 على القليلة في تنظيم هالانتخابات هذه، أعتقد أنها معناها ماشية بطريقة تكاد تكون مثالية إلى حد الآن، ما ثمش إشكاليات. الأمور زاد القوات الأمنية وكافة المكونات بتاع المشهد الانتخابي والناس اللي في مراكز الاقتراع واللي في مكاتب الاقتراع والناس كلها قائمة، والإعلام كلها قائمة بدورها. بالتالي ما نهولوهاش الحكاية، خليها تتواصل في الطريقة هذه، ونعود ونقول للشعب التونسي، الشعب التونسي أخرج برا صوت وخذ قرارك بيدك وخذ إرادتك بيدك، على خاطر ما نرجعوش بعد نحكيه ونتباكاو ونعملوا فيه كذا وكذا. هاي فرصة جاتك، والحكاية ما تتطلبش للعشرة متاع الليل، في أقصى الحالات حتى ساعة من زمان تو نعوموا بعد وتو نفرحوا بعد وتو نغنيوا بعد وتو نعملوا كل شيء بعد. بالله بجاه ربي من على القليل 15 مينوت وقول لي هو ربع ساعه من زمان كل في كل ماش باش تشد حتى وقت ما هي بحد شيء اكيد نمشيو حتى اكثر من ربع ساعه حتى ايامات معناها نمشيو للروبورتاج. فقره مصوره استعداد المؤسستي الامنيه والعسكريه للاستفتاء بامضاء ايمان عبد القادر ثمان واسط. تفضل. تم تركيز تشكيلات عسكرية وأمنية لتأمين نقل المواد الانتخابية إلى المراكز التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الفرعية والمخازن التابعة لها، والبالغ عددها 26 مركزاً على مستوى البلاد. التحضيرات والاستعدادات كانت حثيثة، والحمد لله تمكننا من توظيف جميع المواد الانتخابية، واليوم مع الجيش الوطني والأمن الوطني نقوم بعملية توزيع المواد الانتخابية على 92 مركز و 497 مكتب اختراع، معناها ما يقابل 497 صندوق. هذايا تحضير اليوم غد اللي هو يوم الاستفتاء الوطني، اللي إن شاء الله نكونوا في الموعد. تونس 2 مستعدة للحدث هذايا، تضم
في حدود 423 ألف ناخب. إن شاء الله نكون وإحنا في الموعد وإن شاء الله ننجحوا هالاستحقاق الانتخابي هذا. قمنا بالواجب في الوقت والجيش معنا الحمد لله والأمن زاد قاعدين نفرقوا وعطينا البرميلو وتو تعدينا البارد إن شاء الله. ظافر جهود الجيش الوطني جعل بكري خذا الموقع نتاعه وتو استلمنا الصنادق في ظروف طيبة. إحنا المدرسة هيناها هيئنا جميع المكاتب نظفناها وإن شاء الله يتعدى غدوة نهير به وكو نعطي الناس كل حظوظها. يبقى تأمين نقل المواد الانتخابية مهمة الوحدات العسكرية والأمنية على أن تبقى المسائل التنظيمية من مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. مرحبا بكم مرة أخرى، نواصل مع الفنان معز التومي. معز مرحبا بك. وبيك عايشك. وحشناك برشا. يعايشك. قرهمان خذيتك تقولي بختوة. لبس لبس الحمد لله. محلاك يبدأ الفنان يتخبى في صورة ويوصل فيها بوكود ميساج. أكيد. معناها صوت الفنان في الحياة السياسية عنده دور كبير، نجمه عنده دور. ما في شك، أنا معناتها نعتقد كونه ساعة الفنان قبل كل شيء هو مواطن. أي. ودايوغ محلاه سؤال لأنه رأى في خطاب من سنوات معناها هو إقصاء الفنان من رأي سياسي، كأنه الفنان أولا ما عندوش ثقافة المواطنة وإلا ما عندوش معناتها مخزون سياسي ولا ثقافة سياسية. فما برشا فنانين دارسين الحقوق، فما برشا فنانين عندهم معناتها تاريخ في العمل السياسي في الكواليس. الفنان هو كاتب سياسي بالأساس، لأنه أنا كمسرحي والتعاطي من المسرحي في تونس من 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 أول ما تبدأ المسرح والمسرح الجديد كله بمنطوق سياسي وبخطاب سياسي. كي ترجع أنت المسرح الجديد كان مبني على الرمز في عهد ما كان فيه الحريات شوية معناها مضيق عليها، ولكن ديما المنطوق المسرحي فيه السياسة حاضرة وتعبر، ماهيش تعبر على سلطة معينة ولا اتجاه سياسي معين، ولكن تعبر على رأي الفنان اللي هو ممزوج بالمواطنة متاعه، ممزوج بالسلوك الحضاري، ممزوج زادة بصورة البلاد اللي كيفاش يحب يرى بلاده معناها. ونتناولوا برشا مواضيع ساعات حتى مواضيع تبان تافهه معناها احيانا. أي. حتى نظافه الشارع والبيئه وكذا، وهي مواضيع فرجت برشا عروض مسرحيه. أي. ومنهم العروض نتاعك، يعني المثقف يعري الحياه السياسيه والاجتماعيه وغيرها، ونوصلوا حتى نضحكوا على رواحنا، نضحكوا على رواحنا، يعني تقدموها بطريقه. أي. سلسه وهزليه، توجع وتضحك في نفس الوقت. طبيعة. واليوم معناتها انا نعتقد نوعا ما تنقدوا معناها وراي الفنان في السياسي، والا ما نقولوش تموقع، ولكن لازم يعطي راي. ما يعني انا اعتقد كونه الحياد بالنسبه لبعض الفنانين هو انتزاع. ساعات مثلا كي نعطي راي انا في الباج نتاعي ولا حتى في اعمالي نعطي راي سياسي معين، يقولوا لي ليه انت ملك الشعب التونسي؟ علاش ما عنديش الحق انا كمواطن نعبر على رايي؟ أي أي. ولا ندعم فكره معينه؟ يا سيدي ما اعتبرني معناتها. تفضل عندي عندنا في تونس هكا التنميط، عرفت كيفاش؟ ولا انت مسرح يلزمك في خشبه نتاع مسرح وتحكي في الحكايه ذيك، حتى كي تحكي على الكوره ساعات يقول لك انت. لا يقول لك حتى كي تحضر في بلاتو تقول انت المنتخب الوطني. يقول لك كما مثلا امني تو انا امني انا ماخذ استاذيه في الصحافه وعملت سياسه وعملت اوديو فيزيال. كيف تحكي يقول لك والله كيفاش معناها؟ اي 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 شو اللي كيفاش؟ ليه انا ما نندعاش بالعرف باش ننظر ولا باش اكثر من هكا. المسرح يراه هو في تفاعل بقضايا الناس اليوميه. اكيد بالطبيعه. وكي نحكي على الشان الاقتصادي نحكي بالضروره على السياسه، وكي نحكي على الشان الاجتماعي نحكي بالضروره. أي. على السياسه. وكي هو يعيش في 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 وسط السياسه الثقافيه في البلاد هو بطبيعته يتفاعل ويفعل معها. معناها حكيت ان كل قطاع تاخذه غادي لا هذا يتكلم كذا. لا معناتها وصلت الى مثلا انا صارت لي في عرض مؤخرا معناتها سالت الجمهور سؤال عادي، سؤال موضوعي، نمشي نستفتي ولا لا؟ اعتبروها خرق واعتبروها جريمه انتخابيه. معناتها يحب يصادر لك حتى حقك في الانتخاب ولا حقك شنو اللي مقلقك؟ شنو هو اللي مقلقك في رايي؟ معناتها هذا الكل معناتها يخلينا اليوم نفكروا مع بعضنا كناس وكمثقفين وكشعب تونسي، ونطوروا نظرتنا للاختلاف، ونطوروا نظرتنا للاخر اللي ماهوش معايا فرد راي. تو نوصلوها الفكره هذه ولا خاطرها مهمه الفكره هذه. مدى الى اي مدى يلزم يكون محايد الفنان؟ ما انا رايي الفنان ما يلزموش يكون محايد. هذه معطى مغلوط، سامحني. ما فماش حياد في الفنان. ومحايد بمعنى شنو؟
محايد بمعنى ما يخوضش في الشأن العام، محايد بمعنى لا يكون له موقف سياسي، لا تجم يولي سلبي. لا أنا ضد أنك تكون تنتمي إلى تيار معين وتعكسه في أعمالك اللي باش تعمل بروباغندا، مفيش شك هذا ضد، مفيش شك الفصل بين هذيك. أما قناعاتي ما تحكمليش فيها وخوضي في أي شيء، ولا نعبر على رأيي في بلاتو في بلاصة، نعبر على رأي سياسي معين. معنا ناخذ من وقتك شوية بركة، نمشيو بتير نمشيو بتير. استعداد مؤسسة التلفزة التونسية للاستفتاء بإمضاء أميرة فخفاخ، ثم نواصل مع ضيوف. انطلقت صباح اليوم الاثنين عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية المطروح على الاستفتاء، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها منذ 6 صباحاً لاستقبال الناخبين. وانطلقت التحضيرات الاستثنائية لإنجاح هذا الحدث السياسي منذ مدة بالتلفزة التونسية، حيث تكاتفت كل الجهود وتوحدت كل الرؤى لإنجاح هذا الموعد الانتخابي ضماناً للديمقراطية والانتخابات حرة ونزيهة. وقد تم التنسيق بين كل الفرق التلفزية بمختلف اختصاصاتها ومهامها لتأمين التغطية الآنية مع كل الأطراف المتدخلة محلياً ودولياً. وتلعب التلفزة التونسية كمختلف وسائل الإعلام المحلية دوراً محورياً في تغطية الاستفتاء، نظراً على كونها مؤسسة عريقة تحترم أقصى درجات الشفافية والاستقلالية. تحية كبيرة لكل زملائي في مؤسسة التلفزة التونسية، كل الناس الكل بدون استثناء على المجهود الجبار اللي قاموا به المدة الأخرى هذه الكل، تأمين بث مباشر طيلة تقريبا 24 ساعة. تحية لكل الصحفيين الموجودين في كافة أنحاء الجمهورية التونسية وخارجها، وكذلك المراسلين، كل تحية لكم ويعطيكم ألف صحة. نواصل معك معز، ريت قبيلة أثرنا هكا موضوع تحية علاش، خاطر يوريك دور الفنان قديش عنده أهمية كبيرة وقديش الناس تتبعه وتحطه كمثال بالنسبة لها، عرفت، حتى تولي نوع من الأنانية من غير ما يشعروا. بالطبيعة ماذا بيهم أنت تتبعهم في كل حكاية، ماذا بيه تتبعهم في كل حاجة أخرى، معناتها ساعات معناتها يعني الرأي العام بصفة عامة يقوم بهرسلة بعض الفنانين اللي يقع معناتها استغلال رأيهم حزبيا، معناها ساعات بطريقة معناها ساذجة شوية. مش الفنانين الكل معناتها عنده الثقافة الكبيرة وإلا عنده بعد النظر باش يجم يرى غدوة، وإلا باش يجم يرى اللي شنو نوعية المسافة اللي يلزمني نحافظ عليها بيني وبين بين حزب أو بين رأي أو بين فكر أو بين إيديولوجيا معينة. أنا نقول الفنان بصفة عامة ما فماش فنان خالي الذهن، كل فنان عنده ثقافة، كل فنان عنده معناتها موروث ثقافي وموروث حتى معناتها تربية متاعه وكل شيء تخليه عنده أفكار معينة. فما فنان عنده محافظ، فما فنان عنده ما هيشي ما نيشي احنا اليوم سيري كسارونات، احنا الناس الكل لازمنا نكونوا نشبهوا لبعضنا. ولكن في هذا الكل اللي مطالب به الفنان هو كونه يدافع على مبادئ معينه، كونه يدافع على مبادئ ويكون يوحد الافكار ويكون يدافع على فكر حر، فكر يحفظ معناتها تقاليد الاختلاف، ولكن من غير ما زاد تنتزع مني المواطنه نتاعي باش نمارس حقي ونعبر على رايي بطريقه معناتها واضحه. هذاك ليش أنا اليوم معناتها بالعقل نعتبره بالنسبة لي أنا يعني نعتبره معناتها مكان، ونعتبره المكان والزمان اللي احنا فيه عنده أهمية كبيرة اليوم. طبعاً أنا كمواطن قبل ما نكون فنان محطة مهمة، محطة مهمة، لأنه غدوة أنت بتقولش قعدت، لأنه صمتك أنت وبعدك على كونك تكون تشارك في العملية الانتخابية وكونك تكون تعبر على رأيك، هذه أنت تحرم نفسك من الموارسة كمواطن الساعة وتخلي مكان شاغر، لأنه هنا الفراغ ما هو شيء صحي. معز بعد إذنك خلينا نمشي وعنا زوز نقاط خارجية حاضرين، نمشي والسوسة بعد صفاقس، نمشي والسوسة مع زميلتي مريم عبد الرحمن. مريم الكلمة ليك. مساء الخير ألفة. العملية الانتخابية أو عملية التصويت على الاستفتاء متواصلة ب 177 مركز بولاية سوسة، ولتضم تقريبا
627 مكتب. العملية تسير بشكل طبيعي وسط ظروف أمنية مؤمنة من قبل وحدات الجيش الوطني والأمن. أيضا هناك تحسن يعني طفيف على مستوى الإقبال مقارنة بالفترة الصباحية. هناك بعض الإخلالات، هناك أيضا التفاصيل باش يجاوب عليها رئيس الهيئة الفرعية في سوسة السيد ياسين غازا. السيد ياسين، خلينا نحكي على نسبة الأقبال، وين وصلت؟ بالنسبة للأقبال، هو عملية اللي قمنا فيها برفع نسبة الأقبال كانت في التاسعة صباحا 2% من الناخبين، بعد من التاسعة صباحا حتى نص النهار وليت 11.5. معناها جاء الأقبال كان كبير، معناها في الوقت ما بين معناها الصباح جاءوا أغلبيتهم كانوا من الرجال الكبار العمر الكبير، فهمتني؟ بعد توا من وقتها توا قاعدين نعمل في عملية الرفع الثالثة، توا قاعدين مركز التجميع متاع النتائج قاعد ياخذ في نسبة الإقبال اللي هي قاعدة تقدم، أما توا الوقت هذا هو وقت سخانة، وتعرف احنا توا في قلب الصيف، أول مرة نعمل انتخابات في قلب الصيف. وكي قارنوا نسبة الإقبال بارابور للنسب سابقا في الانتخابات اللي تعدات عندها 3 سنين، معناها تقارب نفس النسبة في الأوقات، معناها وديما نلاحظوا في الانتخابات أنه العدد الكبير من الناخبين هما لجان يجيوا في العشية، والمرة هذه المكتب كان يسكر معناها في العشية، تو مش يسكر العشرة متاع الليل، دونك الإقبال مش يكون كبير في بعد القايلة وبعد السخانة. نتصور الشباب، وزاد ما نساوش اللي فما بعض العباد اللي تخدم همش معناها ما يخدموا في البريفي، وكل معناها مش يكونوا الحضور نتاعهم مش يكون، تصور بعد التوقيت الإداري اللي هما يخدموا كذا، يقول لك بعد تسخن صحيح يجيو ينتخبوا. سياسين، هناك بعض الإخلالات اللي قالونا عليها بعض الملاحظين، الإخلالات هذه تأثر على النتائج وتأثر على سير العملية وإلا لا؟ بالنسبة للمخالفات اللي صارت، معناها ما كانش عدد كبير ياسر، بعض المخالفات بسيطة مثلا قاموا بها بعض الناخبين، يبدأ داخل في المكتب التصويت يبدأ معناها يقوم بعض الكلام اللي هو يدعو أو فيه تأثير على الناخبين، فما زاد بعض اللي قام بتصوير البطاقة بتاع الوحدة هذه، هو استعمال بطاقة في مكتب التصويت ممنوع فهمني بالقانون، معناها هي ما عندهاش تأثير كبير ياسر على النتائج، لكن تم فيها مخالفات محاضر صارت من رئيس المكتب ومساعده، وتم التعامل معها، ومعناها تم فهم اللي بعض وصلت لنا للهيئه، وفهم اللي ما زالت ما وصلتش للبلايص البعيده، فهمتني؟ وناخذوا فيها قرار في الاحاله او انت والاثبات نتاع المخالفات، اما ما كانتش كبيره برشا وقليله برشا، وتم بعض اشخاص أنا مش مجموعة أو حاجة ما أثرتش. شكرا لك سياسين غازا رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة. أكيد أنه أبواب المكاتب ما زالت مفتوحة إلى حد 10 مساء. ما نأمله ولك الكلمة ألفا. شكرا لك مريم عبد الرحمن من سوسة. نمشي إلى صفاقس معنا قيس هماني، الكلمة لك قيس، تفضل. قيس، اهلا وسهلا، تحيه طيبه للجميع. هذه مصافحه اخرى ومتابعه اخرى لعمليه الاستفتاء مشروع الدستور. عمليه الاستفتاء، نعم عمليه الاستفتاء تواصل هنا في صفاقس، وقد تنقلنا الى اكبر تضم اكبر في الهيئه صفاقس واحد، ومعنا الأستاذ لطفي الحبيب رئيس الهيئة الفرعية صفاقس واحد لمعرفة نسبة المشاركة حتى الساعة في هذه الدائرة الانتخابية.
شكرا قيس، شكرا للتلفزة الوطنية على متابعتها لهذا اليوم الانتخابي، يوم الاستفتاء. العملية كما تعرفون انطلقت يعني بنجاح على الأقل على المستوى التقني، على مستوى الحضور بالنسبة للسادة رؤساء المراكز وأعضاء ورؤساء المكاتب الاقتراع اللي هم جنود الخفاء، وإلى حدود الساعة 3:30 وصلنا إلى نسبة 19.46%، وهي نسبة نعتبرها محترمة، خصوصا عكس ربما ما لاحظناه في الندوة الصحفية للهيئة المركزية، فإنه النسبة عكس الهيئة عكس باقي الجهات ارتفعت يعني تقريبا بعد الساعة 9 أو 10 من 4.25% إلى 12.18% والآن 19.46%، هو ارتفاع ملحوظ. ملحوظ علاش نعتبره جيد إلى حد الآن؟ على اعتبار طبيعة الطقس، طبيعة المناخ، يوم راحة، عطلة مطولة نتاع 3 أيام، أهالينا في صفاقس تقريبا نفس النسبة الموجودة في الأرياف؟ تقريبا ما ثمش اختلاف كبير بين يعني مراكز المدينة والقرى والأرياف، تقريبا نفس الإقبال، نفس الفئة العمرية اللي أقبلت منذ الصباح اللي هي تتمثل في خصوصا كبار السن وممن هم متواجدين يعني كما قلت في قرب المراكز، ما ثمش اختلاف كبير على مستوى هذه النسب، لكن نأمل وهذا حق مشروع على الأقل في الساعات اللي مازالوا أنه ثم إقبال من نوع آخر، إقبال شبابي لشباب نعرفوا صيف وراحة وسهريات وأكيد جدا، وأنه العشوية ستأتي بالجديد ومع برودة الطقس يحتدم ويسخن شوية على الأقل يعني الجو الانتخابي بحول الله. نذكر سادتي بأن صفاقس 1 تضم 339209 مسجل لدى الدائرة الانتخابية، وساقية الدائرة تعتبر أكبر دائرة فيها عدد من الناخبين حيث تعد 92000 ناخب، والآن تصل نسبة المشاركة في دائرة صفاقس 1 إلى 19.46%. شكرا لك قيس، يعطيك الصحة. إذا باش نواصل مع زملائي، باش نمشي مع زميلتي يسرى بالحاج عليا في قاعة الميديا الجديدة بمقر مؤسسة التلفزة التونسية، لك الكلمة يسرى. أهلا وسهلا ألفة، مرحبا بك وبكافة مشاهدينا. كيف ما قلت احنا موجودين في مقر التلفزة التونسية، تحديدا في قاعة الميديا الجديدة، حيث يشتغل الزملاء خلفي على صحافة الصحافة متعددة المنصات، ونعرفوا أهمية الصحافة متعددة المنصات في مثل هذه الأحداث يوم الاستفتاء. أكيد فما عديد الأخبار، عديد الصور ممكن رصدها، خاصة الأخبار الزائفة التي يتم التثبت منها بالاتصال بالجهات المعنية، ويتم تصحيح الأخبار هذه من خلال الصفحة الرسمية للتلفزة التونسية أو موقع التلفزة التونسية. إذن تم رصد صور للناخبين من مختلف الجهات اليوم، صور طريفة لمختلف الفئات التونسية، نشوفوا شيوخ، شبان، نساء، عرسان جدد، فما برشا عرايس اليوم توجهوا لمكاتب الاقتراع للاستفتاء. رصد صور للناخبين كذلك من مختلف المكاتب بالخارج، نذكر قطر، فرنسا، سويسرا، كما تم رصد فيديو في إطار الأخبار الزائفة هنا فيه شبه التزوير بأحد المكاتب في منطقة برج غربيل من ولاية بن عروس، وتبين أنه مضلل حيث وقع اقتطاعه ليوحي بعملية تزوير، إلا أنه في الحقيقة يظهر حالة إخلال وقع التعامل معها في الحين. كذلك نشوف صور لأمنيين يؤدون واجبهم الوطني في تأمين مكاتب الاقتراع بكامل تراب الجمهورية، صور لخيمة بمنطقة القاسرين، تعرفوا ربما تتغير حسب الموقع وحسب المناخ وغيره مكاتب الاقتراع. نشوفوا مشاهير كذلك يشاركون في عملية الاستفتاء ويدلون بأصواتهم. مساهمة المجتمع المدني كذلك مهمة، خاصة في تسيير عملية الاستفتاء ومساعدتهم للمواطنين من
من ذوي الاحتياجات الخصوصية. إذا أجواء مميزة تعيشها الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن متابعة التفاصيل على صفحة التلفزة التونسية أو على موقع التلفزة التونسية، وهناك تحيين مستمر لمختلف المعطيات التي تهم يوم الاستفتاء. شكرا لك ألفا. شكرا لك. شكرا يسر، بارك الله فيك. إذا نمشي والأنيسة كان حاضرة، نمشي والنابل، نمشي والنابل، نمشي والأنيسة الحجري، الكلمة لك أنيسة. مرحبا ألفا عسلامة، مرحبا بك، مرحبا بجميع مشاهدي قناة الوطنية الأولى في المواكبة الخاصة لعملية استفتاء 25 جويلية 2022. كنا في نابل ومازلنا في نابل في نقطة خارجية جديدة، هي في مدرسة الابتدائية رياض بالمعمورة بولاية نابل. المدرسة هذه المسجلين فيها ما يقارب 2400 ناخب، نسبة إلى حدود الساعة الواحدة بعد الظهر وصلنا أكثر من 600 ناخب توافدوا للمدرسة وقاموا حقهم الانتخابي. عدد الملاحظين بالمدرسة ملاحظ واحد كان موجود وثلاث مكاتب اقتراع بهذه المدرسة. أكثر تفاصيل على مدى سير العملية الانتخابية منذ صباح مع نسي محمد الملات رئيس مركز اقتراع المدرسة الابتدائية رياض بالمعمورة، باش يعطينا أكثر تفاصيل. سي محمد عسلامة. مرحبا يا عسلامة. نحكي مدى سير العملية الانتخابية. العملية الانتخابية انطلقت على الساعة 6 صباحا وتواصلت إلى حدود الساعة الآن. نعم. والنسق كان تصاعدي. مدى إقبال المواطنين منذ صباح؟ النسب في تصاعد مستمر. نعم. إلا أنه في منتصف النهار شهد تراجع طفيف نظرا لارتفاع درجة الحرارة، ومن المتوقع أن نعود ونرجع في نسق تصاعدي في العشية. كيفاش كانت استعداداتكم؟ الاستعدادات للانتخابات اليوم 25 جويلية بدأت من نهار أمس. وقع استقبال للمواد الانتخابية من عند قوات الأمن وقوات الجيش الوطني. واليوم بدأ نهارنا من 5 متاع الصباح، كانوا الليكيب الكل موجودة. بدينا بتهيئة القاعات الدراسة، معناتها حولناهم من قاعات دراسة إلى قاعات اقتراع. نعم. وبعد اللي هما باش يوليو قاعات عد وفرز. كان انطلاق في ظروف طيبة. نعم. وبدا ستة كما كان مقرر، يعني احترمتوا الوقت إن شاء الله. به المواطنين اللي جاونا، نحكي أكثر الفئة العمرية كيفاش كانت؟ عندنا إقبال، هو بدا الصباح خاصة بحكم طبيعة المنطقة اللي هي أغلبها فلاحة، معناتها كان عندنا إقبال أكثر للحرفيين والفلاحة اللي هما تتراوح أعمارهم أكثر من 45 سنة. عندنا أغلب اللي جاونا للمركز للاقتراع أكثر من 45 سنة، أكثر من نصف يمكن. وبعد الإحصائيات تعطينا الأعداد الصحيحة. أكثر ذكور ولا إناث؟ الأكثر حسب ما نشوفه حتى في الساحة أكثر موجود نسبة الذكور أكثر إلى حد اللحظة هذه. كيفاش كانت معاملتكم مع المواطنين؟ كيفاش كانت الاستفسارات اللي يطلبوها منكم؟ كيفاش كنتوا تعاونوهم تساعدوهم باش يلقاو اسمهم والقاعة اللي باش ينتخبوا فيها؟ الناخبين ويشوفوا معاهم تواجد بطاقات التعريف نتاعهم ويثبتوا من تسجيلهم في المركز مدرسة الرياض الابتدائية بالمعمورة، ويشوفوا لهم القاعات الاختراع نتاعهم وعددهم الرتبي في السجل الانتخابي، وإذا كان عندهم تساؤلات ولا استفسارات على طريقة الاقتراع احنا نتقبلوها بكل صدر رحب ونوجهوهم. وشفنا برشا فرحة عند الشعب التونسي اليوم اللي هو قاعد يؤدي كما العادة في واجبه كما يحبه. إلى حدود هذه الساعة سجلتوا شي بعض التجاوزات؟ إلى حد اللحظة هذه ما عندناش تجاوزات. نعم. وحتى خروقات لا في المركز لا في المحيط. نعم. معناتها تتم عملية الاقتراع بسلاسة وبدون مشاكل.
الحمد لله. يعيشك. موافقين ان شاء الله. اذا في ظروف طيبه قاعده تتم عمليه الاقتراع ويعني عمليه سامحني عمليه الاستفتاء بطريقه جيده بطريقه عاديه دون تسجيل اي تجاوزات او اي خروقات. نقطتنا خارجيه هذه. وفات ألفة لك الكلمه. شكرا لك أنيسة الحجري. يعطيك الصحة أنيسة. نواصل مع ضيوفي. سي خليفة فما نقطة هما أشاروا لها زملاء أنه ردوا بالنا من المعلومات والأخبار. يعطيك الصحة الزائفة اللي تهبط على الفيسبوك برشا برشا مغالطات. مالوريزمون هذه موجودة اللي فيك. هي مش كان في المناسبة هذه، في المناسبة هذه هي في كل شيء. معناها ثم أطراف ديما قلت احنا ما زلنا ما نعرفوش ما عندناش خطر يلزمنا أخلاقة العمل السياسي في تونس. احنا عندنا أزمة نتاع أخلاق في تونس. نجم تقاطع ولا تنجم تختلف مع إنسان، أما ما توصلش إلى طرق هذه باش تشكك فيها وتدخل العباد في بعض. وزاد ننصح التوانسة، في اعتقادي زاد وعي التوانسة معناها واعيين بالطرق هذه وياخذوا الأمور من مصادرها، لأنه يعني الفيسبوك مش وسيلة إعلام معناها. فيسبوك مش وسيلة إعلام ويلزم نتبعوا. فيك نيوز هذا كثر ولكن سيرتو في المحطات هذه، لأن هنا زاد تحاول به كطريقة لإفشال محطات من النوع هذه من غير ما ندخلوا في المتاهات. نرجعوا لل نحكيوا على تأمين الاستفتاء. هو بالنسبة لرجال الأمن اللي قاموا بدور هو نوجه تحية للمكونات الكل نتاع المشهد الانتخابي هذا. الناس اللي ساهمت الكل، إعلام، أمن، غيره، لكن باش نركزوا هنا على الأمن. أي. لأنه لازم نعرفوا تو التحديات اللي موجودة في الصيف. اليوم ثم تأمين موسم صيفي، ثم أي. تأمين مهرجانات، ثم أي. تأمين عودة مهاجرين من برا، ثم تأمين حتى شهادة البكالوري. معناها أنا في اعتقادي الناس اليوم حتى اللي يخدموا في الإدارات راه موجودين في الكياس، يعني في المؤسسة الأمنية والعسكرية. وهذه زادة عندها من الدربة ومن إمكانيات زادة يلزم نعرفوا زادة بعد باش يتم التجميع، والتجميع هذا باش يتجمعوا الوحدات الأمنية، باش يهزوا من المراكز باش يهزوا إلى مراكز التجميع. ثم زادة مراكز عندها خصوصيات أمنية في ولايات هذه من 2014 اللي هي القصرين وجندوبة والكاف وولاية سيدي بوزيد، هذه نظرا للظروف الأمنية اللي موجودة فيها. أنا في اعتقادي الناس هذوما تقريبا يربطون الليل بالنهار كيفهم كيف ناس أخرين وماهيش مزية، راه هذه واجبهم. لكن زادة في ظل التحديات هذا زادة نفهم وزادة تو حتى التحديات الأمنية موجودة، التهديدات ديما موجودة. نهيك أن الخلايا رانا كل نهار نشدوا فيها آخرها خلية في المستير، معناها المسار زاد هذا كامل وتونس كامل. حتى بغض النظر على المسار تهديدات ما زالت قايمة. الناس هذوما نوجه لهم تحيه، كيما راني نوجه تحيه للناس الكل اللي قاعده تخدم في المنطقه هذه. حتى في مراكز الاقتراع الناس تعبوا والناس كلها تعب. فالتالي راني يلزمنا ننجحوا المسار هذا ونزيد نعاودها للمره الاخرى زاد حتى اللي نسمع فيه وش هيلي والدنيا راهي سخونه وكذا. جاه ربي جاه ربي خلينا نتحملوا سخانه نهار من اللي ندخلوا في سخانات اخرى. معناتها مش الى حد، مش لا معناها راح تبرد الدنيا وخلت مش للحد هذا. انا نقول معناتها سينوغرافيا الانتخاب في حد ذاتها، كون الانسان يخرج من داره ويهز بطاقه التعريف نتاعو ويمشي يعبر على رايه مهما كان رايه. السينوغرافيا هذه راهي تقعد راسخه في ذهن المواطن، وهي يمكن هي محطه زاده باش تخليه هو بيدو الممارسه هذه تخليه يتماهى مع الموضوع هذا وما يراهش معناها حاجه. نقولوا احنا كانه معناتها هي تعمق له شعوره بذاته بحريته باختياره بقراره. اليوم معناتها دخولك الى مركز اقتراع ولا باش تساهم في استفتاء باش تعبر على وجودك انت في الاخير، معناها باش تحط بطاقه التعريف نتاعك وتعبر وجودك تختار الرأي اللي انت تراه في ذهنك. فأنا الرأي معناها اللي العملية في حد ذاتها هي بيدها عندها جانب نفسي إيجابي. صحيح. بصراحة بس لهم مساج قول لهم كيفاش يخرج يمشي أكيد بالطبيعة ما في شك. معناتها اليوم أنا نكون وبالعكس يعني ندعو حتى زملائي الفنانين بصفة عامة، ما قلناش معناتها باش تعبر على رأيك صراحة في الفيسبوك ولا باش تقول أنت شنو رأيك، تقوم ولكن تخرج تقوم باهي تقوم مأخر ما فما حتى مشكل، مازال الوقت مسموح. لكن اليوم مهم جدا لانه شوف لانه العمليه لابد ان تكون الراي يكون واضح فيها ويكون بعدد كبير وبكثافه كبيره. ما قلنا شنو الراي ولكن يكون واضح بكثافه كبيره، لانه اليوم محتاجين كونه نلجم الافواه زادا في نوعا ما، وكونه الانسان اللي غدوه ما عبرش اليوم على رايه ما عندكش فرصه اخرى باش تدارك. نجم تعاود الفرصه هذه باش تقول مثلا اللي صار عاجبني ولا مش عاجبني. ما يبقى ديما عندك الحق في التعبير، ولكن عبر على رايك وقت اللي لازمك باش تعبر على رايك، وقت اللي لازمك باش تعطي رايك في مصير بلادك بالسلب او بالايجاب ولا كما انت باش تراه، ولكن يلزمك تعبر على رايك. فهي محطه مهمه وتبقى لك حتى في ذهنك والولاد والولاد ولادك. اسمى واسمى درجات المواطنه انك تمشي في استفتاء سيقرر مصيرك ومصير تونس ومصير الاولاد هذوما نتاعنا. تونس تسنى فينا الناس الكل. وبصراحه اليوم راهو ما ثماش حياد، يلزمنا الناس الكل نمشيو. هما فما امشي قول اللي تحب انت، اما امشي راه سي خليفه فما صغار محليهم
قالوا لنا ما نجموش احنا نمشيو وما نجموش ننتخبوا وما عندناش الحق. عرفت يستنيو فيك اللحظه هذيك لحظات تاريخيه ما تتعودش اللحظات هذه. وحتى في اطار انك توصل للاجيال معاني انك تعيش في دوله ديمقراطيه معني كيف الطقوس تهزوا معك يمكن تهزوا معك كما تهزوا معك نهار الاستقلال كله نهار هذا راهو ماتوا فيه ناس باش نحكيوا لهم على تونس تاريخ تونس قاعده برشا عياد ما عادش تقولش من بعد كي تكبر انا ما عشتش في فتره ما دخلتش مشيت يعني مثلا مشيت مع الوالد تشري في دبش لقرايه تكون عندك ذكريات من نوع اخر لو مشيت مع والدك ووالدتك باش تنتخب والا باش تعبر على خاطر زاد المواطنه والوطنيه راهي زادت تتعلم للصغار من اللي هما موجودين معناها شكرا ليك خاطر راهي ثم شهداء تقدمت واحنا كي نقولوا اوفياء لدمائهم من جمله الوفاء أكيد. ان احنا نعملوا هالوطن هذا اللي يرفعنا الناس الكل رغم اختلافاتنا التي لا تؤدي الى خلافات ومن اجلنا ومن اجل اولادنا ومن اجل تونس ومن اجل مستقبلنا رحموا على كل الشهداء وكل رايك اللي تحبوا انت خاطر هذه اعلى درجه ديمقراطيه. شكرا لك سي خليفه تحيه لك ومن خلالك تحيه لكل الامنيين فردا فردا اللي عداوا نهار كامل في خدمه البلاد ومازالوا حتى لليل. معز شكرا لك يعطيك الصحه بارك الله فيك. شكرا شكرا لكم اعزائي المشاهدين. مازال البث المتواصل مازال حتى المساعتين نتاع بعد قليل. إيناس العامري إن شاء الله مع ضيوفها. شكرا لكل فريق اللي أمن المدة هذه الكل. شكرا لكم. نمشيو مع قسم الأخبار ثم نواصل ومشيو صوتوا.